بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في سلسله تعليم برنامج السوليد ووركس سيميليشن توتوريال الخاص بالماده فاينت اليمنت اناليسيس باستخدام احدى البرامج. واحنا شغالين على برنامج السوليد ووركس سيميليشن او بالمسمى الثاني التصميم باستخدام الحاسب الالي. ان شاء الله النهارده هنبدا ناخد تمرين جديد، وما زلنا شغالين في الشابتر رقم 6 الخاص بال 3 دي اليمنت. في المثال اللي عندنا براكت، والبراكت اللي عندنا على شكل حرف اس، الابعاد كلها بالسنتيمتر. قال لك ان الطول كله عباره عن 24، والارتفاع كل سيكنس ب 6 سنتي، سواء بقى الفرق ما بين الجزء ده والجزء الثاني. وقال لك ان العرض بتاعك كان عباره عن 8 سنتي. الباوندري كونديشن بتاعتك او اماكن التثبيت في الجزء اللي تحت او فيكس سبورت على الجزء اللي تحت، وعندك لود قيمته بريشر قيمته 1 ميجا باسكال. الماتيريال المصنوعه هي من الستيل ب 210 جيجا باسكال. المطلوب نحسب بقى قيم الاستريسز ونحسب قيم الديفورميشن ونبدا نحسب الفاكتور اوف سيفتي او معامل الامان. المعادلات اللي قدامنا هي اللي بتوضح ازاي ابدا احسب قيم الاستريسز او نظريه فون ميسز والمعامل الامان عن طريق السيجما ييلد على السيجما. المثال اللي قدامنا مثال سيمبل ونقدر نحله بطريقه 3 دي اليمنت، ونقدر برضه نحله بطريقه مين؟ بطريقه ال 2 دي اليمنت. ان شاء الله النهارده هنبدا نرسم في حاله ال 3 دي اليمنت، وهنبدا نرسم برضه في حاله ال 2 دي اليمنت لما يكون عندك مثال، والمثال ده انت تقدر تحله بالطريقه. تعالى بقى نروح على البرنامج، وادي البرنامج قدامنا، واحنا بالفعل رسمنا شكل الموديل بتاعنا عشان ما نضيعش وقت. لو احنا بصينا كده على شكل الموديل بتاعنا هتلاقي عباره عن ايه؟ عباره عن شكل حرف اس. هتبدا ترسم الشكل بتاعك، سواء بقى هنا الطول 240 والارتفاع بقى 6 سنتي ما بين كل جزء والتاني. وبعد كده تبدا تدي له امر اكسترود عشان تدي له الامر بتاع الجسم ده بالسيكنس بتاعه كان عباره عن، او العرض بتاعه كان عباره عن 8. ده كده بالنسبه للخطوه الاولانيه بالنسبه لشكل الموديل. تعال بقى نروح على المديول الخاص بالسيميليشن ونبدا نعمل الدراسه بتاعتنا وهنشتغل على 3 دي اليمنت. اول حاجه بالنسبه للموديل بتاعنا هبدا اعرف له الماتيريال، فاحنا شغالين على الستيل. وبعد كده نبدا نعمل الباوندري كونديشن، عندك نقط تثبيت من الجزء اللي تحت. نبدا نعمل علامه صح. وقال لك انت عندك هنا الاكسترنال لود كان عندك عباره عن بريشر. نحط قيمه البريشر عندنا على السطح ده ونديله اللي هي عباره عن 1 ميجا باسكال، ونبدا نعمل علامه صح. بعد كده بنبدا نعمل كرييت للمش، ونعمل بقى رن للمساله بتاعتنا عشان نبدا نشوف النتائج بتاعتنا. بدا يخلص الحل بتاعه وبدا يقول لك ان النتائج بتاعتك طلعت في الصوره اللي قدامك، اللي هي عباره عن الاستريسز بونيسز والديسبيسمنت والسترين. تعال نبص على الاستريس بتاع بونيس، طلع عندك بقيمه كام؟ ب 53 ونص ميجا باسكال. وبالنسبه للاصطاله حاصله معاك ب 2.1 مللي متر، وقيمة الاسترين ب 0 علامة 00 وبعدها أرقام مثلا واحد أو كده. ده بالنسبة للنتائج اللي طلعت لنا. تعال بقى نشوف معامل الأمان. نختار نظرية بون ميسيز ونبدأ نعمل علامة صح. معامل الأمان عندنا ب 12، لأن الماتيريال اللي أنا مستخدمها عبارة عن الستيل، واليلد بتاعتها كانت عبارة عن 620 ميجا باسكال. هنشوف بقى اعلى ستريس كان عندنا في المنطقه هي. تعال نظهر اعلى ستريس ظاهر فين. اعلى ستريس ظهر لنا في النقطه دي، ده اعلى قيمه للستريس اللي ظاهره في شكل البراكت اللي قدامنا. يبقى مهندس التصميم بيبقى عامل حسابه في هو بيعمل بقى الموديل بتاعه او الشكل بقى عشان ابدا قبل ما يعمل عمليه التصنيع،
يبقى عارف ان اعلى اجهادات بتاثر في ايه المكان ده. تعالى بقى نروح نعمل نفس الموديل بتاعنا بس باستخدام بقى ال 2 دي. تعال بقى نشوف حاله ال 2 دي احنا كنا بنعملها ازاي. بنختار بلين ستريس بلين سترين او الاكس سيبل. في الحاله اللي قدامنا انت بتحدد بقى، انت لو عندك طول كبير بنختار البلين سترين، لو عندك طول صغير بنختار بلين ستريس، ونبدا نختار المستوى بتاعنا ونبدا نقول له ان الثيكنس بتاعنا كان عباره عن 80 ملم. نعمل علامه صح ونبدا نعمل باوندري كونديشن. عندنا نقطه تثبيت وعندي اللود اللي هو عباره عن البريشر و1 ميجا بسكال، وابدا اعمل علامه صح واعمل كرييت للمش. تعال نعمل بقى رن للمساله بتاعتنا. هيبقى طالب منك الماتيريال. ونشوف قيم النتيجه. طلع لك قيمه الاستريس البوم ميسي، طلع معاك ب 66.6 من 10 ميجا باسكال، وقيم الاستطاله طلع معاك ب 2 من 10. هتلاحظ هنا ان انت عندك ايه؟ نبدا قيم الاستريس عندنا بالنسبه لطريقه ال 3 دي وال 2 دي يحصل فيها جاب شويه او تاثير في النتائج. ده طبعا بيكون نتيجه ان انت عندك المش بيكون على العرض بتاعك او الجسم كله، وهنا انما بيكون شغال هنا بال 2 دي. لو انت دخلت بقى على الكلام ده وقدرت بقى تعدل في المش اللي عندك، هتلاحظ ان قيم الاسترس بالنسبه للبون ميسز بدات تتغير معاك. ده نتيجه تغيير في الاليمنت سايز. ونفس الكلام لو انا رحت بقى على ال 3 دي اليمنت وقلت له انا عايز اعدل في الكريت للمش، هتلاقي عندك قيم الاسترس بدأ يحصل لها ايه؟ بتتغير معاك وطلعت هنا ب 62 ميجا باسكال تقريبا. احنا كده خلصنا التمرين بتاع النهارده وان شاء الله نلتقي في تمارين اخرى.